كنهضروا على تغذيه المراه الحامل. بالفعل منين تنتكلموا على العرس كنشوفوا ما وراء العرس. هذه هي اول حاجه. شنو هذه جا من بعد؟ طبعا احنا كنعرفوا على انه اي امراه فتره الحمل ديالها كتبدا تقول شنو غناكل شنو ما غناكلش، كيفاش ما نغلطش، كيفاش ما نزيدش في الوزن ونحل في هذاك الوزن من بعد. فبدايه بغينا نعرفوا معاك شنو هي حاجيه المراه الحامل، واي سؤال عندك لالا في هذا الموضوع مرحبا بك على رقمنا الهاتفي المباشر. المرأة الحامل كيف كنعرفوا بأنها خصها تاكل جوج نوبات أحسن ماشي جوج نوبات أكثر، لأنها الحاجيات في البروتينات في الدهنيات المزيانة المفيدة في السكريات وفي الفيتامينات هنا كي وفي الأملاح المعدنية كيتزاد هاد الاحتياجات فترة الحمل باش كتعطينا طاقة للمرأة، لأن الحاجيات ديالها في الطاقة كترتفع وتتطاقة لذاك الجنين. شنو هي هاد المواد هذه اللي كتحتاجها؟ فين كتلقاها وعلاش هي محتاجه لها؟ بالنسبه للبروتينات راه غنلقاوها في اللحوم، غادي نلقاوها في البيض، غنلقاوها في الاجبان، غنلقاوها في القطاني. كيف كنا كنتكلموا داك المره الفايته على البروتينات الكامله والغير الكامله، الا غتاخذ الحيوانيه فهي كامله، الا غتاخذ النباتيه خصها تدمج بيناتهم. الدهون اللي هي مشبعه مزيانين هنا غادي تلقاها في الفواكه الجافه، غادي تلقاها في الاسماك الغنيه، ولكن من بعد في الاسماك غادي نطرق الاسماك الممنوعه مي غادي نوصلوا للائحه ديال الاغذيه الممنوعه بالنسبه للمراه الحامل، ومهم انها تعرف شنو تاخذ وشنو تتفادى. كنلاحظوا في بلادنا على انه كثير من النساء اثناء فتره الحمل كيزيدوا في الوزن 20 25 حتى ل 30 كيلو، علما انه اليوم دراسات كثيره كتكلم على واحد الوزن مثالي اللي خص المراه تاخذه في 9 شهور ديال الحباله. ملي تتكون المراه باديه الحمل بوزن عادي هنا عندها الحق تزاد ما بين 11 حتى ل 16 كيلو مسموح لها تزاد بها. ملي كتكون اصلا عندها واحد الزياده في الوزن قبل من الحمل، وهذا الشيء راه ما منصحش به نورمالمون، خصنا ناخذوا الاحتياطات قبل وخصنا حتى نخدموا العضلات ديالنا ديال البطن، خصنا نديروا شد العضلات. حنا تلاحظوا بان النساء اللي تيكونوا كيمارسوا الرياضه وكيديروا شد العضلات ديال البطن ما تيبقاش عندهم مشكل ديال البطن من بعد الولاده، لان كيكون العضلات ديالهم مرنين وقابطين في راسهم. بالنسبه للسيده اللي عندها زياده في الوزن قبل 11 كيلو ونص هو المعدل اللي خصها تزاد. وهنا واحد النقطه مهمه بغيت غير تخيلوا هذا الوزن شنو هو اللي كيتزاد، لان المولود فين كيمشي شنو هو بعدا شنو هذا الوزن اللي كيتزاد؟ لان المولود في المعدل فيه 3 كيلو ونص ياك، اذا الا حيدناها من 16 ولا من 12 حنا غادي ناخذوا كمعدل 12 كيلو ونص ديال الزياده في الوزن. 5 كيلو غتمشي في الدم، الخلاص، الوالده، وداك لو ليكيد امنيوتيك داك الماء الاميني اللي داير بداك التريبيا. 3 كيلو ونص كيف قلنا ديال التريبيا، 3 كيلو ونص ديال ديك الشحمه اللي هي ضروريه، هي الخزان ديال الطاقه اللي كتستمد منه ديك الام الطاقه ديالها هي والجنين ديالها. كتبقى واحد نص كيلو هي الزياده في الحجم ديال الثديين. حنا تنعرفوا بانه الثدي ما تيكمل النضج ديالو حتى لوراء الرضاعه الاولى، عاد كيكمل كيوصل الحجم ديالو النهائي، وفي كل حماله كيتزاد واحد نص كيلو تقريبا. إذا ملي كنتزادوا 20 كيلو كيولي البونوس الكثير. كاين شي حوايج اللي قارين الدم والخلاص والليكيد امنيوتيك داك الماء الاميني راه قار 5 كيلو، 3 كيلو ونص ديال الجنين، وكاع إذا كثرنا غادي يوصل 4 كيلو ونص ملي تيكون ماكروزوم زعما كبير. والشيء الآخر هي داك الدهون، هي داك الوزن الزائد اللي كيبقى حاصل في المراه مور ما كتولد. هي كتولد كيمشي كلشي كتفش وكيبقى لها داك الدهون، كتصعب عليها الامر. حنايا طبعا اليوم كنتكلموا على التغذيه دورها في صحه جيده اثناء فتره الحمل. الا كنتي حامله في الشهر الاول، الا كنتي قريبه تولدي ولاحظتي على انه ربما تزاد الوزن، الا بغيتي تعرفي وانت مازال ما حملتيش، يلا عندك رغبة
الرغبة في الحمل، علاش خصك تركزي في التغذية ديالك أثناء هذه الفترة جد المميزة في الحياة ديال المرأة؟ رقمنا مفتوح ليك لله 0522 77 24 24. كنرحب بكل أسئلتكم في الموضوع مع دكتورة سناء العيناني المختصة في الحمية والتغذية وطب التجميل. احنا شفنا إذن على أنه الزيادة في الوزن العادي خصها تكون ما بين 12 و16 كيلو أثناء 9 شهور. شنو هي الوتيرة باش كيتزاد الوزن المرأة من 3 شهور الأولى للثانية للثالثة دكتورة؟ في الأسابيع الأولى يعني في البرومي تريمست يلا كان زادوا واحد تل 2 كيلو 300. وسمح لي بغيت نسولك، علاش اليوم الأطباء كيهضروا على 3 الفصول 3 تريمست؟ لأنه كاين الفرق. في الأول الجنين ما كيتزادش. في الأول شنو كيوقع؟ في الأول حنا كان بحالا كان نقوموا بعملية تخزين الطاقة. هذه هي العملية اللي كتوقع في 3 شهور الأولى. 3 شهور الأولى تخزين الطاقة، يعني وفين كتخزنها الطاقة؟ تخزن كبروتينات وكدهون. بروتينات في العضلات، هذا هو الخزان، اهم خزان. وداك الدهون اللي تكلمنا، ديك لاغريس اللي كدار، الدهون اللي كدار كنستمدوا منها الطاقه. في التريمستر الاول الجنين حنا كنعرفوا بان ما كيكبرش بزاف. ديك الساعه شنو كيكون؟ كيكون لو ديفلوبمون نورولوجيك، يعني التكوين ديال الجهاز العصبي ديال الجنين. هنا ضروري أن النساء الحوامل يركزوا على الدهنيات. مهم أن يكون الدهنيات في الأسبوع في الشهور الأولى. الشهور الأولى إيش من نوع ديال الدهنيات دكتورة سناء؟ الدهنيات الحيوانية، الزبدة مزيانة الفطور في الصباح بالنسبة للتكوين ديال الجهاز العصبي ديال الجنين. ما يمكنش، ولكن هنا الزبدة الحيوانية، يعني الحيوانية ماشي النباتية. نوع على الزبدة الحيوانية، لأنه بزاف الناس كيكون عندهم مشكل ديال الزيادة في الوزن غادي يقول أن نقص خصني ندير ريجيم. ممنوع الريجيم أثناء الحمل. كنردوا البال شنو كناكلوا؟ كناكلوا أحسن، كناكلوا فواكه، كناكلوا خضروات، كناكلوا لحوم اللي هي مسموح بها. ولكن ما نقدروش نديروا اون ريستريكسيون، يعني نحرموا الذات ديالنا، لأن الاحتياجات كاينين. إذا ما وفرتهمش في الأكل غادي نستمدهم من المخزون، نقدر توقع لي مشكل ديال هشاشة العظام لأن ما خديتش الكالسيوم كافي، تقدر توقع لي أنيميا لأن ما خديتش حديد كافي. كيقدر يوقعوا بزاف ديال المشاكل الصحية إلا نقصت شي حاجة في الأكل ديالي. وكيوقع عياء، وخاصة مر السيدة مسكينة ما تتولد، ديك الساعات كتكون الطاقة ديالها السلف زعما استنفداتها في داك الحميه القاسيه. هنا ما كنطلبوش من النساء انهم يديروا حميه من اجل تخصيص الوزن، حميه متبعه عند اختصاصي من اجل متابعه التغذيه تكون ملائمه للحمل بالنسبه لها والجنين ديالها، ما تنقص لا هي لا الجنين ديالها. غنشوفوا معك الفصل الثاني وثلاث شهور الثانيه ديك الساعه اللي مهم في التغذيه، وتما بشحال كتولي الوتيره باش كيتزاد الوزن المرأة الحامل؟ ديك ساعات كتزاد المرأة بنص كيلو كل أسبوع تقريبا. الله الله. نص كيلو في الأسبوع هي 2 كيلو في الشهر. بركة. هي في 3 شهور 6 كيلو. الله يجعل شي بركة. ومازال ما وصلت ل3 شهور الأخرى. لا، بالنسبة للتريمستر الثاني والثالث، ومع العلم أن في التريمستر الأول يعني 6 في 6 هي 12. 3 شهور الأولانية كنعرفوا بأن بزاف ديال النساء اللي كيفقدوا الوزن. لأن كتكون عندهم كيكون لحم، كيكون شحال من حاجه، كيكون عزوف على الاكل، كيكون ربما تقيؤ، كيكون ولا بد واحد النقصان، فكتخلف من بعد. هنا داك الخليف من بعد ما خصهاش تخلف بزاف. هنا قالت لكم دكتوره سناكلوا الزبده غير في 3 شهور الاولى، في 6 شهور الاخرى حيدوا عليكم الزبده. اذا علاش غترتكز التغذيه هنايا في الفصل الثاني؟ هنا انا كنبغي غير ننبه على التغذيه اللي ما خصهاش تكون، لان كاين واحد الامراض كنقدروا كتقدر المراه الحامله الا تعرضت عليهم اثناء الحمل يكونوا خطوره بالنسبه للجنين. دونك غناخذوا واحد الاحتياطات. كاين مثلا لا توكسوبلازموز اللي كنعرفوها كتقدر تجي اثناء الحمل. هي نورمالمون الا جات قبل من الحمل كتولي عندك اونيمينيزاسيون، بحال كتكون مناعه ضد هاد المرض. كنقلبوا ولا بد في الاول ديال الحماله على كنديروا التحليله ديال الدم. اذا كانت بوزيتيف كنعاودوا نديروا وحده اخرى. الا طلعت معناتها انا راه يلاه جاتني
ديك الساعات خصني نمشي عند الطبيب وخصني الدواء. اذا كانت بقات بحال هكاك معناتها راه قديمه، راه غير الاثار ديالها اللي كاينه. اذا كانت نيجاتيف هنا معناتها انا عمرني ما تعرضت لهذا المرض وخصني نرد بالي وندير التحليله ديالي كل شهر. وكنصح النساء الحوامل باش الحماله ديالهم يتبعوها عند الطبيب باستمرار، زعما ما تقولش راه فايت ليا ولدت وما كاين باس وراه لا، هو استانيتا فيزيولوجيك هي حاله عاديه، ولكن ني كتبغي مباشره الطبيب هذه حاجه اللي هي اجباريه. دونك اللحوم نردوا بالنا بان ما ناكلوش لحم خضر، كاين الناس اللي غادي يمكن دير لي قمل الكفته وتمشي تذوقها، هذا خطر عليها. ما تاخذش اللحم الا ما كانش طايب مزيان، يعني حتى اللحم تاخذه طايب مزيان. ترد بالها بالنسبه للخضروات يكونوا مغسولين مزيان مزيان. الحاجه اللي كتنبت في الارض كلها ترد بالها معها، لان هادشي مين كيجي كيجي من التراب، من التراب اللي كيكون فيه الخروج ديال القطوط هو اللي كيكون عنده مشكل. دونك اي حاجه كتنبت في الارض ردوا معها البال. داكشي علاش ايضا كنهضروا على الحيوانات وخاصه القطوط اللي خص المراه اللي حبلت بعد منها، خص تبعد منها الا كانت لاتوكسوبلازموز نيجاتيف. الا كانت بوزيتيف راه عندها مناعه ما تخافش. مثلا الفخاز ملي كتكون الموسم ديال لي فخاز وبزاف اللي كيتوحموا على لي فخاز، الا بغات تاكلو الطريقه الانجع باش تاكلو هي انها تكونجليه. ملي كتكونجليه كيموت داك الجرثومه، ما كتقدر تاكلو من بعد، يا اما عصير ولا هذا ماشي مشكل. الوغ حاجه اخرى اللي مهمه غسل اليدين. يعني منين هي كتكون كتناول داك اللحم اللي هو خضر طيباتو، ما تمشيش تقيس فمها ولا هذا بلا ما ترد بالها، ولا بدها تغسل يديها قبل ما تمشي للأطعمة تصوب فيهم وتغسل يديها مباشرة ورا ما دير، وتغسل كاع داك الأواني اللي استعملاتهم، داك البوتاجي اللي كانت كتخدم فيه. اللحوم المدخنة حتى هي كتقدر تكون فيها يعني الجرثومة، وتحاول تفادى الحليب ديال الماعز. نعم الخضر حتى هو تفاداه. كاين مرض اخر اللي هو لا ليستيريوز. لا ليستيريوز بكتيريا اللي كتقد تؤدي الى اجهاض او توقف الحمل، توقف الحمل، او لا كتكون ولاده مبكره، او لا كتدوز داك الانفيكسيون نيوناتال كتدوز للجنين. هنا كنتفاداو الفروماج اللي مصوب بالحليب خضر، ملي كيكون داك الفروماج لي طري بحال غنقولوا الكغوييغ ولا الكامونبير بلوتو الكامونبير ولا هذا، هذا خص السيده تفادى اللي حبله ما تقربش ليه نهائيا. وديك لا كروت داك القشره الفوقانيه ديال الفروماج حتى هي ما خصهاش تخاد. الاسماك المدخنه ما خصهاش تخادو نهائيا. لي كوكياج يعني داك البحرار وداك الشيء حتى هو خصنا نتفاداو. شاركوتري لي كوكياج يعني المحارد البحر، حتى لي مول كل شيء كانت فاداوه. وكان لي مهم أيضا هي أن الثلاجة ديالنا ما تكونش فيها أكثر من 4 ديال الدرجات. علاش؟ لان كتبقى عايشه ديك الجرثومه الا ما تعرضتش يعني مثلا درجه الحراره في الثلاجه خصها تكون 4 وتكون بارده، ما تكونش مثلا 5 6، لا تكون اقل من 4 درجه. والتنظيف مداوم ديال الثلاجه بشي زويف فيه جافيل ضروري، باش حتى الا كان الخل حتى الخل البيض ولا الخل البيض، باش حتى الا كان شي حاجه كننظفوها. غادي نجاوبوا على بعض الاسئله. مرحبا. دكتوره سناء معنا. رجاء صباح النور. رجاء من مراكش. صباح النور مدام سناء، اهلا بك على راديو اصوات وبرنامج حديث ومغزل. تفضل معك دكتوره سناء. مرحبا، انا سعيده بسمع صوتك. بارك الله فيك. عافاك السؤال ديالي للدكتوره هو انا كناخذ الكورتيزون. اييه وقعد يضرب كل 2 مرات، بغيت نعرف واش يمكن هو اللي كيسبب لي فين. علاش كتاخذي الكورتيزون؟ عندي نقص الكورتيزون. غالبا ما غيكون هذا هو المشكل، خصك ضروري ما تشوفي مع الطبيب اللي متبعك، باش يا اما يقاد لك هذاك الدوزاج ديال الكورتيزون، يا اما الا منين تبغي تحملي ربما خصك تقطعيه. ما عرفتش شنو الحاله ديالك بالضبط. لا ما يمكنلكش تقطعيه، اذا خص ولا بدي تتبعيه مع الطبيب. اذا في هذه الحاله شنو دير رجاء؟
غادي يلقاو معها واحد العلاج اللي كيخليها تكون بصحه جيده باش تقدر تحمل ويكمل الحمل ديالها. غنشوفوا شنو هاد المشاكل اللي كترتب على هاد الكورتيكويد ونحاولوا نتفاداوها، يا اما بادويه يا اما ربما خصها تبقى ناعسه وتحت مراقبه باستمرار، خص تشوف ولا بدا الطبيب معين ديالها. على الفيسبوك منال كتقول لي عندها الرضيع ديالها فيه حساسيه، دخلت له التنوع الغذائي وعنده حساسيه السمك، شنو اللي في التغذيه ديال المراه في 9 شهور ديال الحباله كتقدر تخلي الوليد او البنيه ديالها من بعد تكون عنده حساسيه من شي اغذيه معينه؟ بالنسبه للحساسيه للاطفال قل من عامين خصنا نتفاداو لهم كاع لي فخوي اكوك، الفواكه اللي في قشره، هادو هما اللي كيديروا الحساسيات بالنسبه للاطفال. دونك في الماكله في الحباله ما تنضرش في الحباله، ما كاينش علاقه، ما كاينش علاقه، العلاقه هي في الاكل شنو دخلات ليه، وربما عنده حساسيه خاصها ترد البال. داكشي باش كننصحو ملي كندخلوا الماكله للدراري كندخلوها لهم تدريجيا باش اذا كان شي حساسيه نعرفوها من الاول لاياش ونحيدوها، وعاد من بعد تيكبر شويه وندخلوها ليه غير بشويه بشويه. وغادي ناخذ واحد المحوله معنا على الخط ايضا حكيمه. صباح النور. السلام عليكم. اهلا بك. اهلا اخت سناء، كبيره لاباس. تحيه ليك وللناس ديال مراكش. حكيمه انت دابا في بدايه الحمل ديالك، عندك شهر. انا مبروك. الله يبارك فيك. وما كتاكلي والو؟ دابا انا في الوحيد ديالي ما كناكل شي حاجه، وكنرد ما كناكل والو، صرف غير الماء كنردو حتى. وشوف انا نقول لك واحد الحاجه ونخلي الدكتوره تجاوبك، راه كلشي غيدوز ملي غتشوفي وليداته، ملي غتشوفي عويناته ولا عويناتها غتنساي كلشي. دكتوره سناء، هذه الحمله الاولى حكيمه؟ الحمله الاولى. شحال في عمرك؟ عندي 17 سنه. الله 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 الله، بقى صغيره صغيره حكيمه. شنو النصيحه ديالك لكل البنات ولا السيدات اللي كيجيهم الوحم صعيب وما كتبقاش تقدر تاكل؟ الصبر. شنو الحيل؟ شنو الحيل؟ عافاك، بغيت واحد السؤال. انا من اللي عرفت راسي حامله قالت لي الدكتوره ديالي اللي متبعه معاها، قالت لي عندك كيس مع الحمل ديالك، هيك ما كاينش حتى شي خطوره. كيفاش عندك كيس مع الحماله ديالك؟ ما كانش عندك قبل؟ لا ما كانش عندي، ما عرفت انا من بعد ملي انا ما عرفتنيش بلي فين كاين الكيس. كاين في في البويضات ولا في الوالده ولا فين كاين؟ يعني كان في الوالده، انا ما شرحتش ليا مزيان بعدا من قالت لي. ما قالتلكش في بغوم؟ كان جاني وجع شي دويت وقالت لي راه عندك تكيس، عندك تكيس ومبيض. اها. وقالت لي غادي ديري هاد التحليله ديال الهرمونات تشوفي راسك واش حامله. درتهم قالت لي راه حامله، وقالت لي السيمانه الاخرى رجعي باش نشوف واش كاين لحم. رجعت قالت لي راه حامله، وعاود رجع عندها دوز دايره معايا دابا شهر، ندير التحاليل 4 تحاليل ونرجع عندها. انا كنواعدك حكيمه نرجعوا لموضوع تكيس المبيض في حصه مقبله من حديث مغزل مع طبيب او طبيبه ديال امراض النساء والتوليد. دكتوره سناء طبعا طبيبه مختصه في التغذيه، بالنسبه لتكيس المبيض الامر يعني اكثر طب النساء، بالنسبه للتغذيه شنو النصيحه ديالك؟ البنات اللي كيجيهم الوحم صعيب، تحاول تاكل اللي غايلد عليها، لانه ما كنبقاوش ناكلو في الاوقات اللي هي طبيعيه ديال الماكله. وقت اللي قدات دوز شي حاجه دوزها، تسلك شي حاجه غادي تسلك هاي، الا تلد عليها الماكله ربما ديال شي حد اخر، حيت بزاف اللي ما تيبقاوش يقبلوا الماكله ديالتهم وغتلد عليهم ماكله اخرى، ربما يسعفوا معها الناس اللي دايرين ممكن بها. ممكن تقاسم معك واحد النصيحه بالتجربه ديالي حكيمه؟ شوفي غادي منين تحسي جات داك الرغبه في التقيؤ، غتاخدي واحد الحامضه وغتقطعيها على جوج، وحاولي تبقاي تشمي الريحه ديالها. شمي الريحه ديال الحامض، راها كتهدئ هاد الرغبه في التقيؤ. كاين واحد الدواء غير نكمل دابا، ماشي الدواء. وايضا بالامور اللي كتساعد، غتاخدي شويه ديال اللوز بلدي، ما يكونش مقلي، ما يكونش فيه الملحه، لانه الملحه كتجمع الماء في الذات. كوليه مره مره، هو بعدا مزيان لتكون الجهاز العصبي، وفي نفس الوقت راه كيهدن شويه الخاطر. والحاجه الثالثه خزو قشريه، خلي هكاك الخزويه صحيحه وغزيها، يعني بردي فيها الغدايد، راها في نفس الوقت كتصلح الحرقه، في نفس الوقت الرغبه في التقيؤ. هذه من بين الامور اللي بتجربه كتعطي واحد النتيجه باهي وما درتش فيها. بالنسبه للدواء، لانه ما كنبغيوش المراه ياك تكثر من الادويه. لا، ولكن هذا الدواء مفيد، كيعطيوه الاطباء المختصين في التوليد، في النساء والتوليد، كيهدي
تبان بزاف هاد الاعراض ما فيها باس مع الشهور الاولى تاخذو، مع انني ضد الادويه راه واخا الطبيبه ممكن حمل الدواء ولكن هذاك الدواء فيه افات. لا ماجده نقولوا سال المجرب لا تسال الطبيب، نتبعوا النصيحه ديال سناء دائما. الله يفكك على خير حكيمه، وحاول على راسك وتهلا في راسك وبالراحه وبالنعاس باش ان شاء الله حتى الجانب النفسي ما يكونش توتر ويكون الجنين على احسن حال. تحيه كبيره لكم مراكش، حنا غادي